بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي متتبعي مديرانة بيتكوين العرب في حلقة جديدة من حلقات البيتكوين. حلقتنا اليوم تتعلق بشرح كيفية السحب في عملة في يولي، حيث أنني تطرقت إلى سابقا في كيفية الحصول على 150 مجانا، والأمر ساري إلى حد الساعة بطبيعة الحال، لأنه يمكنك الحصول مجانا على 150 من هذه العملة. قبل الدخول في شرح والتحدث عن كيفية السحب من الموقع الذي يعد قد يراه البعض مشكلة أو ما إلى ذلك، لكن سنتطرق إلى شرح كيفية القيام بذلك. قبل ذلك سنرى سعر عملة فيولي قبل الدخول في الشرح. كما تلاحظون هذا هو سعر العملة حاليا، ويمكن تلاحظ أن يعني سعره ارتفع قليلا على ما كان عليه في وقت سابق قبل أن يقوم بانخفاض ثاني كما ترونه أمامكم. يعني العملة تتحرك في السوق بطبيعة الحال، وسيكون لها مستقبل بما أنه يعني أيضا تعطيك مجانا، ف يعني لا مشكلة من الحصول عليها وتخزينها إلى أن يتم ارتفاع كبير جدا، ثم تقوم ببيعها بثمن كبير. كيفية الحصول أو كيفية السحب من الموقع سهل وسهل جدا، رغم أنه يتطلب بعض العمل. هو نظريا هو سهل، ولكن يحتاج بعض الوقت من أجل أن تقوم بالسحب من هذا الموقع. لذا هذا هو ضريبة المجانية، يعني في الغالب لن تجد شيء مجاني بكل سهولة بدون القيام بأي عمل أو بدون أي شيء. نعم هي مجانية، لكن القيام ببعض المهام من أجل الحصول عليه. قبل ذلك يجب علينا إما التسجيل كتسجيل جديد لمن لم يقم بالتسجيل، ستجدون الرابط أسفل الفيديو. لمن لديه حساب سابق كل ما عليه القيام هو تسجيل الدخول. بعد القيام بالدخول إلى الموقع ستتجه إلى هذه النقطة. هذه النقطة هي العضوية. كما تلاحظون من أجل أن نقوم بالسحب من الموقع نضغط على بالانس هنا، بعد الضغط هنا نقوم بالضغط على ويثدرو هكذا، ثم نكتب العدد الذي نريده، بعد ذلك الوالت الذي لدينا، بعد ذلك تقوم بأيام الربط، بعد ذلك تطلب السحب. سنقوم بتجربة بطبيعة الحال من أجل أن تلاحظون. كما تلاحظ هكذا، بعد ذلك تقوم بالضغط. كما تلاحظون هذا هو المشكل السحب، يعني يجب أن يتملك يعني عضوية من جونيور ممبر، يعني أن تكون لديك عضوية أكثر من العضوية التي لدي حاليا. وما كيف سنصل إلى هذه العضوية؟ يجب أن نملك على الأقل نجمة واحدة. النجمة الواحدة هي العضوية جير ممبر أو جونيور ممبر. كيفية القيام بذلك، يجب علينا أن نقوم بإضافة فيديوهات وأيضا أن نقوم بالمشاركة. فكما تلاحظون بعد أن قمت بإضافة فيديو يتم إضافة لي أرباح في كل مرة عن الفيديو، فقد أضفته إلى حد الآن شخصيا فيديوهان في هذه المنصة من أجل أن أصل إلى يعني جينيون ممبر. فكل ما عليك القيام به هو أن تقوم بمشاركة في الموقع، يعني أن تتفاعل مع الموقع، تعليق جيم، وضع فيديوهات، يعني تفاعل كلي كأنك في اليوتيوب. بعد ذلك مباشرة بعد مدة ستصل إلى جونيور ممبر. بهذا تستطيع أن تقوم بسحب بكل سهولة، خلاف ذلك لن تستطيع الوصول أو السحب من الموقع إذا لم تصل إلى جونيور ممبر، أي أنه يجب عليك أن تتفاعل مع الموقع بشكل كامل من أجل أن تصل إلى هذه العضوية. أي تفاعل كما ذكرت سابقا في التعليق ووضع جيم أو ديسلايك لأي فيديو أعجبك أو لم يعجبك، يعني تفاعل كلي كأنك في منصة يوتيوب كما ذكرت سالفا. يعني بهذا تستطيع أن تقوم بالسحب بشكل سهل وبدون أي مشاكل إلى محفظتك التي تخص الإيثيريوم. وبهذا تستطيع أن تقوم يعني بحفظه في محفظتك، أو مرة أخرى تقوم بإرساله لمنصات التداول من أجل أن تقوم ببيعه هناك بكل سهولة.
إلى هنا أكون قد تطرقت إلى ما يخص كيفية سحب من هذا الموقع بكل سهولة. إذا كان هناك أي استفسار أو أي شيء يتعلق بطريقة السحب أو شيء يتعلق بهذا الموقع، كل ما عليك القيام به سوى وضع تعليق أسفل الفيديو، وبإذن الله ستتم إجابتك. في أمان الله. اشترك الآن على قناة بيتكوين العرب وكن أول من يتوصل بالجديد.